أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في الأسبوع الرابع من دروس التربية الإسلامية. أهداف هذا الأسبوع عزيزي الطالب تفسر مفردات ومصطلحات جديدة تتعرف على مقاصد الشريعة الإسلامية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب سيكون هناك سورة الإسراء التي تتناول آيات دور القرآن الكريم في هداية الإنسان وبعض صفات الإنسان كالعجلة وعدم التأني، أيضا تتناول بعض الآيات الله تعالى في الكون. في هذه الآيات عزيز الطالب يبين أن القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد، تبين الآيات الكريمة الغاية من إنزال القرآن الكريم وتتمثل في هداية الإنسان وإرشادهم إلى الخير وما ينفعهم في الدنيا والآخرة، فيعيش الناس في الحياة الدنيا في أمان وسلام ولهم في الآخرة جنات النعيم. أيضا بيان الأجر الكبير الذي أعده الله تعالى لطائعين، التحذير والوعيد بالعذاب الشديد لمن لا يؤمنون باليوم الآخر. من صفات الإنسان العجلة وعدم التأني، تخبرنا الآيات الكريمة أن من صفات الإنسان التسرع وعدم التأني لاتخاذ القرار السليم، وهذا يجعل الإنسان ظالما لنفسه فيحمله فوق طاقته. من أمثلة تعجل الإنسان مسارعته إلى الدعاء على نفسه وأهله في لحظات غضبه فيدعو عليهم بالشر، كقوله اللهم أهلكهم أو ألعنهم أو سلط عليهم المرض، كما لو كان يدعو لنفسه وأهله بالخير. إن الله تعالى لطيف بعباده، فلا يجيب دعاء المتعجل بالموت أو الهلاك واللعنة والدمار، لأنه لو استجاب لوقع الإنسان في الحسرة والندامة. أيضا تذكر الآيات الكريمة آيتين من آيات الله تعالى في الكون، وهما الليل والنهار اللتان جعلهما الله تعالى علامتين دالتين على عظمته وقدرته، فهو من النعم التي سخرها سبحانه وتعالى للإنسان، فجعله الليل مظلما للراحة والسكن والهدوء وهو المعتاد في حياة الناس، وجعل الناس مضيئا للحركة والسعي في طلب الرزق. ويتعاقب الليل والنهار، يعرف الإنسان عدد السنين وما يحتاج إليه من حساب أوقات الشهر والأيام والساعة. من فوائد تعاقب الليل والنهار نمو النباتات وصنع غذائها، فالنباتات تعد أساس السلاسل الغذائية للكائنات الحية، وتبين الآيات الكريمة أن الله تعالى جعل كل شيء في الكون مقدرا ومفصلا وفق سنن وقوانين ليتعرفها الإنسان ويسير عليها في حياته على الوجه الأمثل. بعد ذلك عزيزي الطالب ننتقل إلى أحكام الإيمان في الإسلام. اليمين من الأساليب التي يستخدمها الإنسان في إثبات كلامه وتوكيده، وقد بيّنت الشريعة الإسلامية أحكام الإيمان وضوابطه. الإيمان هو جمع يمين، والحلف أو القسم بالله تعالى أو باسم من أسمائه الحسنى أو بصفة من صفاته العليا على أمر معين توكيدا له، كان يقول الحالف والله لأصومن يوم عرفة هذا العام. وقد باح الإسلام الحلف واستخدمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه، من ذلك قوله لمعاذ بن جبل يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك. أنواع الإيمان وأحكامه: اليمين المنعقدة واليمين الغموس واليمين اللغو. اليمين المنعقدة وهي الحلف الذي يقصد منه الحالف القيام بفعل المحلوف عليه أو الامتناع عنه في المستقبل، كأن يقول الحالف والله لأحضرن المال المطلوب مني غدا، مع وجوب الوفاء بهذا اليمين، إلا أن من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحانث خيرا من البقاء على اليمين استحب له الحنث وتلزمه الكفارة. اليمين الغموس هو الحلف الكاذب المتعمد على أمر حدث في الماضي، كمن يحلف أنه لم يأخذ مالا من زميله وهو في الحقيقة قد أخذه، أو حلف يمينا شهد بها زورا وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم. اليمين الغموس هو حرام من كبائر الذنوب. أما اليمين اللغو وهو الحلف الذي يجري على ألسنة الناس من غير قصد اليمين، أو الحلف على أمر يظنه الحالف صحيحا فيظهر خلاف ذلك، كأن يقول شخص لصاحبه تفضل فيقول لا والله بغير قصد اليمين فيصر عليه بالدخول فيدخل، أو أن يقول شخص والله إني رأيت زميلي يوم أمس ثم تذكر أنه رآه قبل أسبوع وليس عليه كفارة.
كفارة اليمين تجب كفارة اليمين على كل من حلف يمينا منعقدا وحنث بها أي فعل ما يخلفها أو من حلف كاذبا يمينا غموسا. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن سماعكم وتعاون.